مين أكتر حد غالي عندك أو أثر فيك ورحل فجأة يعني بدون مقدمات، أو بتفتكره في أزمات معينة أو ممكن تفتكره في يومين وبس؟ ما فيش حد غير أمي الله يرحمها. أمي الله يرحمها ماتت في لحظة فجائية، لأن أمي قصة فجأة هي قصة تتعمل دراما. يعني أم عندها 7 أبناء، 3 صبيان زي ما بيقولوا واربع بنات، وتبقى مريضة جدا سنة 2007 ومش قايلة لنا خالص، ويكون عندها البنت الأخيرة آخر العنقود روحية أختي، فتجوزها وليلة زفافها بس تقول انقلوني مستشفى. بس ازاي هي مريضة ومش قايلة لكم؟ يعني ما تعرفوش انها مريضة؟ كانت للدرجه دي كتومه؟ معدتها كتومه جدا وبتاخد ادويه. اتاري في سرطان في المعده واحده. لا حول الله. بقول لك يا ماساه. لا حول الله. معلمه فيها لغايه دلوقتي. فتيجي على نفسها وتتحامل على نفسها، عشان دي المراه المصريه على فكره اللي موجوده في كل بيت. صح. علشان تجوز تؤدي امانتها، تزوج بنتها الاخيره، يبقى السبع ولادها اتجوزوا، تضغط على نفسها عشان تضغط على نفسها. وبعدين واحنا قاعدين ليله زفاف اختي اخر العنقود الصغيره، فتقول يا اولاد انا تعبانه انقلوني مستشفى. فجأة نقلناها المستشفى، قالوا يا جماعه ده كانسر، ما خدتش 12 13 يوم. القصه دي تجربه صعبه. القصه دي مأثره فيها جامد، انها كانت مريضه واحنا ما نعرفش انها كانت مريضه معده، فاحنا اختي اللي عايشه معاها تقول ده التهاب في المعده، بتاخد الادويه بتاعتها. طبعا بعد رحيلها الله يرحمها اكيد بيبقى الشريط، طب هي كانت ازاي بتتصرف كده؟ ازاي كانت بتتعامل معانا كده؟ انا هقول لك اعتراف، انا اتكسرت.